بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمام هذا المنظر الرائع، منظر جميل صراحة، اللي هو ما هو إلا شرشرة أسد كريمية، يعني ما شاء الله، وحد البرد، وحد البرد يا جماعة، سبحان الله، يعني منظر روعة، نعمة نعمة. هذا الواد يعني تقدر تقول هذه منطقة استوائية هنا،